عاصفة فساد تواجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم. مجلس قضاء الجزائر يفتح تحقيقا ضد 14 مسؤولا من بينهم 3 رؤساء سابقين متهمون بإبرام عقود وصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. 720 مليار سنتيم جزائري، علاوة عن العملة الصعبة اللي كانت في الخزينة صارت فارغة، توصلت حتى والاتحادية عاجزة عن دفع رواتب وأجور العمال. المنتخبات الوطنية دخلت في تربصات، ما انت تتكتم عن وجود فساد، ما انت يعني راك متهم بالتستر عن جريمة. المعنيون بالتحقيق شهدت فترة قيادتهم لمبنى دال إبراهيم التعاقد مع المدرب الوطني السابق جمال بالماضي براتب فلكي فاق قدرة تحمل خزينة اتحاد الكرة، نهز 250,000 دولار شهريا، مع امتيازات كبيرة ومكافآت بلغت 12 مليون يورو دون تحديد أهداف أو شروط. من 2017 إلى 2023، 6 سنوات كانت كافية لانتقال الفاف من حالة استقرار مالي إلى حالة إفلاس. حركت آلة العدالة للضرب بيد من حديد لحماية المال العام.